بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل دروس الأورنج داتا مايننج مع الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، ومع درس مهم جدا ومشوق وسهل جدا بنفس الوقت، اللي هو الأوتلايرز بالمودلز أو الداتا ست اللي عندي. هل في قيم متطرفة بالداتا ست اللي عندي؟ هل في قيم طبيعية كلها، ولا في فعلا قيم شاذة عن المألوف؟ هذا اللي بنتعرف عليه في الدرس هذا، وننتقل فورا على العملي وبنجيب الفايل اللي فيه Iris Dataset. زي ما بتعرفوا هذا الفايل احنا بنستعمله حقيقة لأنه سهل، فممكن أعرض البيانات عن طريق الداتا. فالسؤال هون، هاي البيانات كلها هل فيها قيم حقيقة متطرفة؟ وممكن طبعا انا ابني السكاتر عن طريق السكاتر، ممكن ابني هاي الديتا. فهي عندي البيتل مثلا لينث مع البيتل ويث، فبشوف هاي الديتا الموجوده عندي، في عندي 3 كلاسز. هل مثلا ممكن اعتبر هاي النقطه متطرفه عن مجموع النقاط الثانيه اللي باللون الاحمر؟ هل الكلاس الاحمر اللي هو فيرزي كلر، هل في قيم متطرفه مثلا هاي النقطه؟ هل هي متطرفه؟ هل هاي متطرفه؟ او بالاخضر اللي هي فيرجينيكا، هل اعتبر هاي النقطه وهاي النقطه وهاي النقطه متطرفه؟ هذا اللي نطلعه بالاوتلايرز. فالاوتلايرز حتى نشتغل عليه سهل جدا، فبدي اجيب انا هون مباشره الاوت لايرز. من الاوت لايرز في عندي عده شغلات، في عندي الميثود، ممكن استعمل اي ميثود انا بدي استعمله من هنا. الكونتامينيشن اللي نسبة الكونتامينيشن اللي عندي، قديش النيبرز بدي اياها 30 اكثر اقل، والمتريكس اللي بقيس فيها عن طريق الكوساين او المنهاتن او عن طريق اي اذر ماتريكس. طيب هنا هو المفروض طلع لي الاوتلايرز. اذا بدي اشوفهم بحط الداتا، داتا تيبل عندي، بدي انا اشبك الاوتلايرز مع الداتا، بس بدي اطلع الاوتلايرز مع الداتا. ممكن تطلع الان لايرز او الداتا كلها، فانا بدي اطلع الاوتلايرز، هي طلع لي كل الاوتلايرز. طيب انا بدي اني تو فيجوالايز ذس، كيف اني تو فيجوالايز ذس؟ ممكن اربط هاي مع السكاتر، سكاتر بلوت، وبحط الاوتلايرز مع الداتا سبست بالطريقه هاي، وبربط الداتا نفسها مع هون عشان كمان اقارنها بالاوريجينال ديتا الموجوده عندي، واحط الداتا الموجوده عندي هون. فصار عندي ايش هون؟ الاوتلايرز مع داتا سبست، وعندي الداتا مع الداتا. بعمل دبل كليك، بتلاحظوا انه هي طلع لي الاوتلايرز الموجوده عندي بناء على مثلا هون بدي احط البيتل لينث والبيتل ويث، فطلع لي لقى لي هاي عباره عن شاذه، فممكن اعمل كليك عليها او اجيب بس الماوس عليها بشوفها. وهاي من الاخضر اللي هو الفيرجي كلر، وطلع لي كمان من الازرق هذولا. فانا هذولا ممكن حتى اني هي سيلكت مثلا هاي الفاليو، بضغط كنترول وبعمل سيلكت للاذر فاليوز، هاي وهاي، ممكن اني اطلعهم انا بايش؟ بالداتا تيبل الموجود عندي. فهي تو ريكوردز اللي عندي اللي هم الاوت لايرز اللي انا شفتهم وعملت لهم سيلكت بالضبط بالطريقه هاي. ف الان انا ممكن اخلي هاي مفتوحه اذا بدي، وبدي افتح كمان الاوت لايرز. خليني احاول اغير البارامترز ونشوف شو اللي ممكن يتغير معي. فبدي اطلع عندي هون هاي وهاي. فهون لو اغير مثلا الميثود انتو one class svm، one class svm، هي يتغير عندي هون. لاحظوا كيف صار عندي هاي ال select، هاي الاحمر، هاي الشاذة. ممكن مثلا اضلني على local outline factor، هي تغير. ممكن مثلا احط بدال 30 20، تغير. لاحظوا كيف هون احط cosine، ممكن احط منهاتن مثلا. ففي عدة طرق حقيقة حتى تطلع الاوتلايرز، وكل واحدة هاي من هاي الطرق الميثودز حتى نشوف المسافات بين الكلاس الحقيقي اللي بالهاي بالدوائر اللون الاحمر وبين هذول الحمر الموجودين عندي. فزي ما انتم شايفين موضوع الاوتلايرز كيف تطلعه سهل جدا في الاورنج داتا مايننج. كل ما هناك انا بس عملت الاوتلايرز كونكتد مع الفايل، وطلع لي هون
كل الاوتلاير زي ما انا بدي، وقدرت انا تو فيجوالايز الداتا واقارنهم مع الاو اكتشوال كلاسز الموجوده عندي بالطريقه هاي. فهيك انا بكون خلصت هذا الدرس، يعني درس سهل جدا، وزي ما انتم شايفين في اشياء كثيره وي ار اكسبلورينج في موضوع الداتا مايننج، وفي موضوع علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وما زال هناك حقيقه العديد من الدروس ان شاء الله بنحاول ان نعطيها حتى نفيد اكبر قدر ممكن من العالم العربي كله اجمع ان شاء الله تعالى. والله يعطيكم العافيه ونلقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.